إكسبريسو. مصيفي برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. قبل هيك كان معنا محمد علي فرشيشي، دونك موضوع الصادرات يهم الفلفل، البطاطا، الطماطم والبصل. كي قلت محمد علي فرشيشي، فما كان تصريح نتاعو يعني ما خرجش كومونيكي اوفيسيال، اما في بالنا اللي فما وثيقه دايوغ، فما شكون بعث لنا راهو كانت عندنا معناتها نحكي ما خرجوهش رسميا، اما سي فغي مشات للمعنيين، دونك دايوغ وثيقه موقعه من قبل وزير التجاره الموضوع نتاعها حول منع تصدير بعض المنتجات، وتقول طبعا للانعكاسات السلبيه للازمه الاوكرانيه الروسيه على الاسعار العالميه للمواد الاساسيه وعلى انتظام التزويد بهذه المواد، وبهدف ضمان استمراريه تزويد السوق المحليه بهذه المواد خاصه مع ارتفاع الطلب والاستهلاك الوطنيين خلال شهر رمضان، فانه تقرر منع تصدير المنتجات الوارده بالقائمه التاليه ابتداء من تاريخ 6 فبراير 2022: بطاطا طازجه او مبرده، طماطم طازجه او مبرده، بصل، فلفل. فوالا، فالرجال اذن لي مصالحكم مختصه بتفعيل هذا الاجراء على ان تستثنى منه العمليه التصديريه التي تم في شانها فتح سندات تجاره خارجيه قبل دخول اجراءات حيز النفاذ وعمليه التصدير تحت الانظمه التوقيفيه. دونك هذوما زوز مستثنين، دونك اللي كان عنده اوبيراسيون قبل القرار كمل فيها، متحصل عليها معناتها سندات تجاره خارجيه تحلوا معناها، وعمليه التصدير تحت الانظمه التوقيفيه. فوالا، كونوا معكم ديما كيكا في قلب الحدث. توتشيت معانا كما قلت لكم في المباشر، باش نحكيو على موضوع العنف، العنف المادي والمادي واللفظي. معانا في المباشر الان كما قلت لكم استاذ علم الاجتماع الدكتور محمد الجويلي. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. بخير، اهلا وسهلا. شكرا لتفاعلك معنا. انتشار العنف في المجتمع التونسي دكتور اليوم، شنو ساعة اسبابه اقتصادية او اجتماعية او زوج، شنو الاسباب نتاعو؟ معناتها العنف اليوم في الشارع، العنف اللفظي، العنف المادي، العنف لا مادي، البراكاجات، معناتها البارح في الكياس العباد تعيط على بعضها، العباد كل على صابها، مش كان رمضان حتى في سير الايام، ولا ما عادش حكاية فال، معناتها في الانتاج تاج نتاعنا، معناتها السمع البصري، في معناتها كما كنت اقول، معناتها شفنا عمليه البراكاج اللي صارت بك، العنف للطفله معناتها اللي مات لطف، ربي يرحمها، ربي يصبر عائلتها، تهور في السياقه، مع كل احتراماتي للناس اللي تسمع فينا ممكن في السياره قاعده تسوق، ممكن راهو قاعدين يشوفوا في حاجات غريبه معناتها توا، ربي يصبرنا عليها الكل معناتها. ويظهر لي حكيت كان على 0.1% انا من الحاجات اللي تعبير عنف معناتها كل نهار في المجتمع نتاعنا اليوم. علاش ولينا هكا؟ علاش ولينا هكا؟ ولان هو ظاهره مركبه فيها العناصر هذه الكل، يعني كل اذا نجم نسمو الاسباب والدوافع الاقتصاديه الاجتماعيه المناخ العام، امزجه الناس، صعوبات الحياه، طموحات الناس اللي بطريقه او باخرى ما هيش محقة، فلذلك نقول أن هي ظاهرة مركبة فيها كل المعطيات هذه، ولكن العنف ربما يزيد في تحوفي خلال مراحل بتاع التحول المجتمعي، يعني يصاحبوا العنف وقت اللي يصير تحول نحو نجم نسموه السوسيد سوا، معناها في ناس الان الثقافه السائده، الثقافه امزجه الناس كلها ماشيه في اتجاه انه كل واحد يمثل جزيره، يعني والجزيره هذيك ما يلزمهاش تتمسى ويلزمها توصل للطموحات، ويلزم مع صعود الفردانيات، مع صعود مجتمع الاستهلاك بشكل كبير، مع وجود المنافسه، مع لو كيلت دو بيرفورمانس، يعني وهذه كله انتاج لديناميكيه مجتمع كامل تخلق نوع من اسكون ابل لو سوسي دو سوا، ولو سوسي دو سوا هذايا ولا هو الثقافه السائده، ولا هو البوصله الاساسيه للناس بدرجات مختلفه، وقت لي وفيه كثير من المعاناه، لانه فيه كثير من التحديات ومن الطموحات، وفيه كثير من الاختبارات خاصه على جميع المستويات افراد المجتمع بشكل عام. دونك لو سوسي دو سوا هذايا وقت اللي يتمس، وقت اللي ديجا هو سان سوسي ديجا، معناها هو انشغال، هو ضغط، هو تحمل لضغوطات كبيره، هو قلق نوعا ما، قلق للذات بشكل عام في مسار حياتها اليوميه، وبالتالي هذايا وقت اللي تمسك لو سوا تتمس باي طريقه كانت
فانه مباشره يصير تصير رده الفعل تصير، لانه زاد ثم سيرتان فراجيليتي وقت اذا الحاله نسموها لو سوسي دو سوا هذيا، لانه ثم سوسي اخرى، ثم لو سوسي سوسيتال، ثم نوع من الانشغالات بالمجتمع هذا وقتاش في لحظات تاريخيه معينه وقت اللي يكون في ثم مشروع مجتمعي كبير الى غير ذلك. دونك يولي المجتمع هو المركز، الكل والشامل هو مركز الاهتمام. الان في غياب مشاريع مجتمعيه كبيره في انشغالات اكبر، الانشغالات اكبر اتجهت نحو الافراد، يعني في بجميع انواع الانشغالات المختلفه والمتعدده، كل واحد يبني الانشغالات نتاعه بطريقته، وبالتالي ديجا خلقنا نوع من القلق، والقلق هذاك اي حاجه تمسه او اي حاجه يأول فيها الفرد ولا الفاعل الاجتماعي، أو لأنه حاجة تمست فيه كالكو بار، حاجة قلقته، حتى سيركيلاسيون، معناها حتى في سيركيلاسيون، معناها هذه أبسط الأشياء، ينجم يرد الفعل مباشرة، لأنه محكوم كالكو بار، أو البوصلة نتاعه، أو الثقافة نتاعه، أو الكومبورتمون نتاعه اليومي، مبني على فكرة لو سوسي دو سوا. ولو سوسي دو سوا هذايا القلق بالذات، القلق حول الذات، شنو اللي يغلقوا اولا تحولات مجتمعيه في فردانيه المجتمع، وفردانيه المجتمع مش حاجه خايبه بالضروره، ولكن فيه اشياء يعني كاي اشياء سلبيه نجم نسموها في اي مجتمع، وهذايا كما قلت مع مجتمع للاستهلاك، مع مجتمع للمقارنات، الفوارق الصغرى تصبح هي الفوارق الصغرى تصبح هي مصدر العنف ومصدر، يعني الفوارق الصغرى ايش معناها؟ معناها بنرجسيه، نرجسية الفوارق الصغرى، شو معناها؟ معناها الناس تولي تقارن ببعضها الأقران، الجيران، الأصدقاء اللي هو من نفس الجيل، دوك هذيك المقارنات وين وصل له؟ شنو عمل في حياته؟ كيفاش معناها كيفاش يعرض نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيفاش يبني الحياة؟ كيفاش حقق طموحاته إلى غير ذلك؟ دوك مجتمعنا مبني على المقارنات الصغرى بنرجسية كبيرة، وبالتالي الناس ولت مهمومة بالشيء هذا، الناس كل تحب توصل، أي إنسان ما عادش، لأنه في السابق كان ثم الانتماءات بين ظفرين نجم يسموها الانتماءات الطبقية اللي هي مسيجة مسكرة، كل واحد داخل الانتماء بتاعه يتحرك داخل الانتماء بتاعه بالمنظومة الفكرية والعقائدية والقيمية والسلوكية لغير ذلك. توا هذه تكسرت الحواجز، تكسرت بحيث أنك تمشي من إلى وخاصة من الأسفل إلى الفوق ومن المتوسط إلى الفوق إلى غير ذلك، فكل الديناميك هذيك يخلق مشاكل كبيرة، والمشاكل هذه مع أزمة اقتصادية بطبيعة الحال، مع مزاج سياسي عام ماهوش واضح، مع ظروف أخرى تنجم تؤدي إلى أنه الناس صحيح فما عنف، ولكن أبار العنف المادي المباشر ثم مزاج سيء، ثم مزاج عام سيء، لأنه الناس مهمومة بذواتها في ظل غياب مشروع كبير، مشروع مجتمعي إلى غير ذلك اللي نجم يشد الناس للمشروع هذا ويخفف وطأة القلق حول الذات أو لسوسي دو سوا. وقتها منسوب العنف نعتقد أنه يقل بشكل واضح. واضح، شكرا لك استاذ جويلي. احنا حابين نرجع هكا فريمون بقراءتك معناتها في اللي قاعد يصير، هو موضوع يظل لي نتاع درجه نتاع درجين حتى نتاع ساعه، موضوع حق ديبا ناسيونال داير تشاطر الفكره هذه، معناتها اليوم نحكيو على حوار وطني، يعني اليوم ممكن لانه قاعدين نحطموا في رواحنا وفي بلادنا وفي بعضنا، معناتها عباد ولات تقتل في بعضها على اسباب نتاع نطره ساك، حتى الساك ما يعرفش حتى شنو اللي فيه، في دينار ولا ضروري الحوار الوطني، دائما الحوار الوطني دائما مهم في هذا الاتجاه. جست حبيت نضيف حاجه لو سمحت، لانه سالت بكري انت في العلاقه بالتلفزه والعلاقه بمظاهر العنف بالتلفزه الى غير ذلك. انا نقول حاجه انه وهذا معروف عند علماء الاجتماع، شوف تاثير التلفزه على الكومبورتمون ريبا تري ليميتي، على خلاف ما نعتقد، وهذه دراسات من الخمسينات القرن الماضي في امريكا الى غير ذلك، تثبت وتبين وهذا معروف، يعني انه تاثير التلفزه تري ليميتي، معناها ماهوش بالصوره اللي نصوروا انه الناس بناها مباشره بعد التلفزه مباشره يمشيوا يعملوا الشيء اللي شافوه، على خاطر توا لو ريسبتور لو تيليسبكتاتور ريسبتور اكتيف، معناها
يفاوض يناقش يأول يتفاعل دونك عنده سون بوان دو فيو دونك نخرجوا شويه لانه تجاوزت الاحداث الحكايه انه يعني هالفزع والخوف الكبير من اي مظهر من مظاهر العنف في الدراما بشكل عام اذا يعني لو تحدثوا معنا مش هذاك هو اللي تاثيره محدود جدا 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 في وجود العنف في الشارع معناها تاثير التلفزه محدود جدا جدا معناها خلافا لما يعني واضح الأستاذ جويلي، نشكرك على تفاعلك معنا. كما قلت أنت توك موضوع حوار، موضوع مهم اليوم برشا برشا دايما قبليك مانيش نجم حتى نوصل صوتهم، خليني يتفاعلوا معنا. كما سمعت يقول لك بوغ لي موان جون زاد، يقول لك اللي اكبر زاد في العمر معناتها يسال فيك، معناتها فما تفاعلات بالطبيعه تجي او فيغي مزور ما نجموش نتبعوها ان طون ريال، دونك يبدا تفاعل بكلمه ولا حاجه، دونك ما نجموش نرجعوا للي كنا نقولوا فيه. فما شكون مش موافقينك، يقول لك اليوم تاثير التلفزه مش موافقينك اللي هو ليميتي، يقول لك خاصه على الصغار بالعكس معناتها تاثير كبير. ماش هذه شنو تعليقك عليها؟ لانه برشا برشا رجعوا عليها، يقول لك ما مش موافقينك، يقول لك تاثير كبير. متفهم الفكره هذه، وهي فكره اغلبيه التوانسه بما في ذلك معناها يعني اللي يتبعوا كذا نو مي باغي ينجم يقول، اي انسان ينجم يقول حب، لكن انا نبني الفكره هذه والفرضيه هذه على دراسات معناها الان قاعده تمشي معروفه هذه مع الناس المختصه في المجتمع الاتصال واللي يعرفوا مليح المسائل هذه. ما عادش معناها الفكره ولا الباراديغم ولا النظريه اللي تقول انه معناها ثم تاثير كبير للتلفزه على المشاهد، هذه من الخمسينات معناها صحيح معناها بالنسبه احنا تجاوزناها برشا، معناها ما عادش نحكي فيها اصلا، نحكي فيها كتاريخ. اما الان نعم الان تقولي 200 ثم تاثيرات اخرى. علاش؟ لانه ما نتفرجوش معناها من احنا كمواطنين يعني كمشاهدين ما نتفرجوش معناها كيك معناها قلاخ بوش بيه معناها وكانه معناها نعملوا تاثيرات ونتاثروا ونقدوا ونتكلموا هو لو فات انه مثلا نعطيك مثال على المسلسل هذا اللي موجود على قناه حوار تونسي براءة، الضجه اللي خلقها هذا شنو يبين؟ يبين انه الناس ما تتفاعلش هكاك معناها باتمون معناها مع الانبهار وكاو طبقوا نو، الناس الضجه هذه هو نتيجه تاكيد الكلام انه يعني الناس تتفاعل مع الانتاج الدرامي وتنقده، ثم شكون ينقده ثم شكون ما ينقدوش، ثم شكون معجب به ثم شكون يناقش الفكره ثم شكون يخاف ثم شكون يرد الفعل الى غير ذلك. دونك ثم 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 لو ريسبتور اكتيف ما نتعاملوش بسلبيه، ما عاد لو ريسبتور باسيف اللي يقبل وكانه ما شيء منزل، لا ما عاد تجاوزناها الفكره دي تجاوزناها تماما. وعلى خلاف ما نعتقد انه التلفزه لا تاثيرات كومبلكس التاثيرات مثلا على الاطفال يحكيوا لو توا الناس اللي تفاعلت مع الفكره التفاعلات، التلفزه ما هي الا شيء بسيط جدا في التفاعلات، العائله تاثر تساهم في التنسة الاجتماعيه، لي بير بي اي ار اس معناها الاقران الناس المشاهد العامه المدرسه الى غير ذلك، كلها هذيك ما نقولش بشكل متاثر، ما متاثرش مي تتفاعل يتفاعل معها الطفل وياخو يعطي ثم نسبه من التاثر سي نورمال، ولكن يتفاعل مع هالبانوبلي هذه من المؤسسات والمصادر التنشئه اللي يعيشها، والتلفزه تاثيرها ليميتي على خلاف ما يعتقد، لانه شنو الفرق ما بين وسيم؟ ما بين انك انت تعطي فكره تتصورها ان هي معناها هي السائده وهي الصحيحه، ولكن علاش تم العلوم الانسانيه والاجتماعيه والدراسات؟ علاش الناس تعمل في الشيء هذا؟ باش تخرج من هاللوسونس كوما، باش تخرج من الافكار السائده اللي نعتقد انه هي فعلا هي حقيقه، ما هي تبين توا دراسات الناس حبوا يطلعوا ويدخلوا معناها ويعملوا لي ريشيرش نتاعهم، وتو يشوفوا انه ثم الان توندونس كلها لي ريشيرش الكل اللي صايره الان تبين انه تاثير التلفزه ليميتي، ما تنجمش هذا معناها شيء مؤكد على المستوى علم الاجتماع مستوى العلوم الانسانيه والاجتماعيه اللي تقوم بالدراسات، وهذا الفرق معناها توا ما بين العلوم الانسانيه والاجتماعيه، شنو النتائج اللي تبنيها؟ وهذا هو احنا حاجتنا للعلوم هذه باش نخرجوا من السونس كومان، باش نخرجوا من الحاجات اللي نتصوروها ان هي صحيحه ولكن
ولكن هي مش صحيحة عمليا يعني وقت يقوموا بالدراسات العلمية في هذا المجال. واضح. حبيت فقط قبل ما تغادرنا استاذ جويلي اون فانشيني تو سويت مع فقره غدوه خير، فما موضوع كان تابو في المجتمع نتاعنا، معناتها اليوم قبول التونسي للاخر اللي تاريخيا نحن كنا منفتحين على الحضارات الكل ومنفتحين، هي الناس تحكي على قرطاج شنو هي قرطاج، ما هو فلوت كوميرسيال ونصولوا ونجولوا معناتها في المنطقه الكل واكثر، حتى عندنا دي تخاس اللي بعدوا حتى القارات اخرى الى اخره. اليوم وكانه عندنا رفض الاخر، مواضيع تابو انا باش نحكي عليها بدون تابو، العنصريه معناتها حتى توانسه في بعضنا جهويات وهذا كله عنف معناتها قاعد يتسلط، وخاصه اليوم على ضيوفنا اخواتنا نسميهم كيما نحبوا معناتها من القاره نتاعنا اللي قاعدين يجيو يقراو هنيه، وكثره الاعتداءات عليهم معناتها مهما كانت لا سيتياسيون نتاعهم، مش حكايه سيتياسيون ايغيغولير ولا حتى معناتها الاستغلال الاقتصادي الى اخره، لا حتى عباد طلبه وحتى لاباس معناتها وتفاصيل ما فماش الناس كل كيف كيف معناتها ما باش نحكي معناتها الناس كل قاعده تشكى، البيانات هابطه على بعضها معناتها ريغوليرمون. حبيت نختم معاك باش نصعبها عليك في دقيقه دقيقه ونص استاذ جويلي، نعرف موضوع حساس وكما قلت الكل يستاهل اكثر معناتها وقت، ما حبينا نسلطوا عليه الضوء كمان فماش ما ممكن تتناقلوا الوسائل الاخرى ونحلوا هالديبا هذا. شوف هو ثم مسالتين، المساله الاولى هو ديما نعتقد انه احنا الافضل او انه عندنا تاريخ او انه كذا او انه خير من الحضارات الاخرى او خير من الشعوب الاخرى الى غير ذلك، وهذا عند كل المجتمعات، وبالتالي هذايا الدراسات العلميه وخاصه في العلوم الانسانيه والاجتماعيه تنجم تثبت لك العكس، معناها تنجم تفيخك على روحك تقول لك اتونسيون ردي هذاك معناها هذيك تو بريزونتاسيون هذيك التمثلات تمشي معناها عبر التنشئه وعبر الاعلام الى غير ذلك، ولكن ما يتصحح هاو مبين لك لازم مبين لك العكس. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه شوف لي مومون دو كريز بشكل عام كيفين الاوروبي سور سوا معناها كيفين ماك نسكروا على رواحنا وقت اللي نبداو في ازمه كبيره، ديما المجتمعات وقت تبدا في ازمه كبيره مهما كان نوعها ديما يصيرك الانكماش حول الذات دوروكني سور سوا، وهذاك يولي فيه ما يصنع فيه ميكانيزم دو ديفونس، وبالتالي تنجم الاخر يصبح بين ظفرين شر او شيء موش مقبول، والاخر هنا يتعدد ما بين الاخر المحلي والاخر الوطني ولا الجهوي والاخر الاقليمي، معنى اذا نحكيه مثلا مع بيننا مثلا اللي جاوا تونس من مثلا موجات الهجره هذه من افريقيا ما وراء الصحراء، دونك وقت اللي المجتمع ينهض، وقت المجتمع يكون عنده ان بروجي دو سوسيتي، وقت المجتمع ماهوش فماش احساس انه في ازمه على جميع المستويات، وقتها ينفتح على الاخر، وقتها ياخذ الثقه في نفسه، وقت اللي واحد تاخذ ثقه في نفسه دونك يولي يتعامل بشكل افضل مع الاخرين مهما كانت انتماءاتهم، وبالتالي وقت اللي نحلوا الازمه اللي هي عامه ومتشكله من برشا عناصر ومركبه، وقتها وقت نحلوا هذايا ونبداو في حلانها او نفتحوا النقاش حولها او ثم بوادر ايجابيه في انه نخرج احنا من الازمه او يكون عندنا المشروع هذا اللي نجموا نحكيوا عليه الكل، وقتها تتحسن علاقتنا، وقت تتحسن علاقتنا بذاتنا وقتها نجموا نحسنوا علاقاتنا بالاخرين مهما كان نوعهم. شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ جويلي على تدخلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو، برافو، يعطيك الصحة، شكرا لك على التحليل هذايا اللي تحقوا بنا الآن، نجموا يعاودوا يتفرجوا في الحوار هذايا. توت سويت نمشيو مع غدوة خير وأنيسة.